الله تعالى وبركاته صديقاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة كويزين وفاء، ومرحبا بي عندكم مجددا. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم تيراميسو بالماسكاربون وبالفخاز، كذلك كيجي رائع. ما عليكم إلا تبعوا الخطوات والمراحل اللي غادي نقوم بها باش تحصلوا على ماسكاربون جد رائع اللي غادي يحمر لكم الوجه إن شاء الله. بالنسبة للمقادير فغادي نحتاجوا 500 غرام ماسكاربون كما كتشوفوا. عندي هنا البسكوي تاع لي بودوار، ربع بيضات، ساشي فاني، هنايا معلقه سكر، عصير نص ليمونه او حامضه، 100 غرام سكر، وعندي هنايا شويه ديال الفريز، وكذلك قبصه ملح. الخطوه الاولى اللي غادي نقوموا بها بسم الله على بركه الله، غادي ناخذ الفخاز اللي عندنا، غادي نضيفوا له الملعقه سكر، وكذلك العصير ديال نصف ليمونه، غادي نخلطوهم هكا، وغادي نمشي نوضعو في الثلاجه بالماء كملنا تحضير الكريمه. المرحله او الخطوه التاليه اللي غادي نقوموا بها، غادي نفصلوا صفار البيض عن بياض البيض، كما كتشوفوا الان فصلنا صفار البيض عن بياض البيض. غادي نخليو بياض البيض جانبا وغادي نخدمو بصفار البيض الاول، غادي نضيفو له 100 غرام ديال السكر، وكذلك الكيس من الفانيلا، سكر الفانيلا، او يمكنكم تعودوا سكر الفانيلا بملعقه صغيره من نكهه الفانيلا. نبداو نضربوا هاد السكر مع صفار البيض وسكر الفانيلا حتى نحصل على واحد الخليط ابيض. الان غادي نضيفو الماسكاربون، كما قلت لكم 500 غرام، عفوا نشوف الموس باش نحل هادي. والان غادي نحاول نضرب هذا الجبن حتى نحصلو على كريمه. على كريمه هنايا بالماسكاربون وصفار البيض. دركا غادي نفوتو نضربو بياض البيض، غادي نديرو عليه واحد القبصه ملح، وغادي نبداو نضربوه. في الاول غادي نديرو نبداو غير بالمتوسط، ومن بعد نجهدو له حتى نحصلو على شكل الميرانغ. Thank you.
كما كتشوفوا حصلنا على هذا الخليط، ما يجيش بحال المورانغ، المورانغ كيجي شويه خفيف. الان غادي نقوموا باضافته للخليط الاول ديالنا. ما غاديش نضيفوه دفعه واحده، وانما غادي نقسموه على زوج، وغادي نخلطو من التحت للفوق حتى يتجانس لنا هاد بياض البيض مع الكريمة الأولى. غادي نضيفو الكمية المتبقية، وغادي نستمر في التحريك من الأسفل إلى الأعلى. حتى نحصل على الكريمة اللي باغياها. صافي كيما كتشوفوا حصلنا على الكريمه اللي بغيت. غادي نخليها على جنب بلا ما نحتاجو ندخلوها للثلاجه، وغادي نجيب الفريز اللي كنا من قبل وضعناه في الثلاجه. غادي ناخذ الذره، وغادي نطحن هذا الفريز مع عصير الليم اللي درناه معاه. سمحوا لي صحابني، كنت كنصور وللاسف التصوير يمكن انقطع لي او الفيديو مشى لي ما عرفتش كيفاش. المهم انايا داك الفريز اللي طحنته كما كتشوفوا هو اللي استعملنا بديل عن القهوه المعصره. كما كنعرفوا كلنا التيراميسو الايطالي كنستعملوا القهوه باش نغمسوا لي بودوار ديالنا. فاحنايا اليوم من غادي نديروا التيراميسو بالفريز، غادي نغمسوا البودوار في هذا الفريز اللي طحناه مع عصير الليم. في كما كتشوفوا انايا هنايا راني كنت بديت من قبل، فغادي نكمل حتى نسالي الطبقه الاولى، يعني الطريقه كلكم راكم عارفينها. كيجي بقومو غاير بمذاق رائع جدا، سيرتو الوليدات ديالنا كاملين كتعرفوا الولاد الصغار كيعجبهم الفريز. فنبدلو شويه لمالا، فانا غادي نكمل هاد تنسالي هاد الطبقه اللي عندي هنايا ونرجع معكم باش نكملو. كملنا من الطبقه الاولى ديالنا، غادي نبداو نوضعو الكريمه اللي وجدناها.
اللي بغى يستعمل البوش يقدر يستعمل، واللي ما بغاش فقط غير هكا يعرف كي يدير يسرح الكريمه على على البسكوي. غادي نستعينوا بهادي باش نحاولوا نسرحوها على الجوانب كلها. غادي نستمروا في الطريقه اللي بدينا بها في الاول. كاين اللي كيوضع الفريز ما بين الطبقه والطبقه، فانا استغنيت عليه، فقط غادي نزين به من فوق. غادي نستمر انا في وضع الطبقه الثانيه ديالي ونرجع معكم من بعد ونسالي. كما كتشوفوا انتهيت من وضع الطبقه الثانيه، غادي نوضعوا كذلك الكريمه. صافي الان من كملتها غادي ندخلها للثلاجه لمده 4 سوايع، او يستحسن تجلس ليله كامله، حيت التراميسو فاش كيجلس ليله كامله في الثلاجه كيجي زين، ديك العناصر كتجانس مع بعضيها مع بعضها وكيعتمد رائع. بالنسبه لي ما عندوش الوقت يخليه 4 سوايع، انا غادي ندخلها للثلاجه، من بعد مرور 4 ساعات غادي نرجع معكم ان شاء الله باش نشوفوا طريقه التزيين. من بعد ما خرجنا التيراميسو ديالنا من الفريجيدان غادي نقوم التزيين ديالو بالفريز. كما كتشوفوا حبه قسمتها على 4 حبات، وهكا غادي نبدا في التزيين ديال
الفريز بهذه الطريقه. يمكن لكم كاين اللي كيبغي يعس له عاد يديره فوق الكريمه، فقط انا كنبغي نستعملها هكا، يعني ما ندير لا سكر لا عصير لا حتى شي حاجه، هكا ما يطلق لناش حتى الماء فوق الكريمه. غادي نستمر في هذه العمليه تاع التزيين. يمكن لكم ترشوه فاش تساليوه بسكر كلاصي، واللي بغى يستعملها هكا يستعملها غير هكا. يعني طريقة التزيين كيما قلت لكم كتبقى اختيارية. هو التيراميسو ديالنا واجد كما كتشوفوا الشكل النهائي ديالو. يمكن لكم كما قلت لكم تضيفوا سكر كلاصي وترشوا غير شويه القليل باش نزينوا هذه الفراوله، او يمكن لكم الفراوله فاش كتكونوا ديروها تحطوا وحده هكا طبيعيه وحده تمسوها في سكر كلاصي وتحطوها هكا باش يجي المنظر مختلف. انا بغيت نقدموها هكا، فعلا كيجي رائع وغزال بمذاق مختلف بعيد على الشوكولا، يعني بالفراوله والفريز كما كتعرفوا الوليدات ديالنا كلشي كيحمقوا على الفريز، لهذا غادي ياكلوا هاد التيراميسو وما غادي يخليو حتى تسقيقه في الطبخ ديالهم. نتمنى هنا الاعجاب ديالكم وتجربوه وتخليولي الاراء ديالكم في التعليقات كالعاده. بالنسبه للناس اللي دائما داعميني شكرا لكم بزاف، شكرا على التعليقات الزوينه اللي كتخليوها ليا او تصيفطوا ليا لي ميساجات ديالكم، شكرا لكم بزاف، شكرا للدعم ديالكم. هاد القناه ديالي راها واصله بكم وغادي نكمل بكم ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي اول مره اكتشفوا القناه ديالي ما ينساوش يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس هكا باش يوصلهم اي جديد نحطو في القناه غادي نقول لكم بسلامه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده. الى اللقاء، دمتم بخير.